توجد أماكن عميقة على كوكبنا تبدو وكأنها خارج كوكب الأرض، وتعيش فيها مخلوقات عجيبة. لكن من بين جميع الأخاديد والخنادق المغمورة الموجودة على الكوكب يوجد خندق ماريانا، وهو من أكثر الأماكن عمقاً على وجه الكرة الأرضية، ويصل عمق أبعد نقطة في خندق ماريانا نحو 11300 متر تحت سطح الأرض. وبالتحديد يقع غرب المحيط الهادي بالقرب من جزر ماريانا، ولذلك سمي خندق ماريانا. وظلت تلك البقعة العميقة غير مكتشفة نظراً لعدم قدرة الغواصات الوصول إلى أعماق سحيقة في المحيطات، وكذلك بسبب مواجهة الضغط العالي الذي يصل لآلاف المرات ضعف الضغط الموجود على سطح الأرض. وبرغم أنه لم يتم استكشافه بشكل جيد بسبب التحديات المرتبطة بالذهاب إلى هذا العمق، إلا أن الخندق يصل إلى عمق 36,070 قدماً على الأقل، فهو يعتبر أعمق من أعلى جبل مرتفع. ونجد خندق ماريانا مقسم على شكل هلال يبلغ طوله 1580 ميلاً في قشرة الأرض، ويعتبر عمق خندق ماريانا هو الجزء المثير للإعجاب فقط وليس الطول. ومن المدهش أن الجميع يعلم أن جبل إيفرست يمثل تحدياً كبيراً لمتسلقي الجبال في كل مكان بسبب ارتفاعه الشاهق والظروف الجوية المرتبطة به، لكن إذا تم وضع جبل إيفرست في خندق ماريانا فسوف تظل قمة الجبل أكثر من ميل واحد تحت الماء. إن أعمق نقطة في الخندق هي تشالينجر ديب بالقرب من أراضي غوام الأمريكية، إذ يبلغ عمقها حوالي 10,973 متراً تحت سطح الماء، وفقاً لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت بمجلة Earth Science Reviews. فيما تعتبر أعمق منطقة في المحيط الأطلسي هي ميلوكي ديب بمحور 8,408 أمتار، ثم خندق بورتوريكو الذي يأتي على عمق 7,290 متراً بمنطقة مجهولة في قاع المحيط الهندي. وهذه المناطق بعيدة عن متناول الشمس، وقد تبدو وكأنها ليست سوى أفواه فجوة من الظلام الذي لا يمكن اختراقه. خندق ماريانا عبارة عن هاوية محيطية لم يذهب إليها سوى 27 شخصاً فقط، إذ تعد تشالينجر ديب أعمق نقطة فيه، وإن أول من ذهب إلى هناك المستكشفان جاكويس بيكارد ودون وولش خلال مغامرة عام 1960. كما ذهب ماكنزي جيرينجر الأستاذ المساعد في علم الأحياء بكلية جامعة ولاية نيويورك مع زملائه من جامعة هاواي في مانوا برحلة استكشافية عام 2014 إلى عمق سيرينا ديب، وهي أحد أعمق أجزاء الخندق الأخرى التي تقع على عمق 10,500 متر، حيث الظلام والظروف الصعبة، وذلك وفق ما نشر موقع Life Science العلمي المتخصص. وأفاد الموقع بأن هذه النقطة من الأرض لا يوجد فيها ضوء للشمس، وأن درجات الحرارة منخفضة، وعادة ما تكون حوالي درجة إلى درجتين مئوية، وأن الضغط فيها مرتفع. لكن على الرغم من الظروف القاسية توجد حياة في أعمق أجزاء بحار كوكبنا. فقد لاحظ جيف درازن أستاذ علم المحيطات بجامعة هاواي في مانوا أن أنواع الكائنات التي تعيش في أعماق قصوى تميل إلى التشابه، رغم أن الأنواع المختلفة قد تكون فريدة من نوعها في مناطق مختلفة، موضحا أن بعض المخلوقات تظهر في أعماق معينة قائلا: وجدنا أن الحياة تتغير بشكل كبير مع العمق، إذ يتم التحكم بالعمق عن طريق التكيف مع الضغط. كما ورد أن جيرينجر وزملاؤه أجروا تحقيقات بقاع سيرينا ديب واكتشفوا مخلوقاً يسمى سمكة الحلزون، كما سميت بمنطقة هادال، وهي جزء من المحيط يتراوح عمقها بين حوالي 6,000 إلى 10,970 متراً، ولا توجد إلا في الخنادق البحرية، فقد تم تكييف مثل هذه المخلوقات خصيصاً للبقاء على قيد الحياة في الأعماق. ووفقاً لجيرينجر،
فإن الضغوط الشديدة تدفع ضد الجسم وتضعف الإنزيمات والبروتينات. لذلك جهز سمك حلزون ماريانا وأنواع هادال الأخرى للتعامل مع هذا الأمر مع الإنزيمات التي تعمل بشكل أكثر فعالية تحت ضغط عال للغاية، كما أنها تنتج جزيئيا يعرف باسم TMAO ثلاثي ميثيل أمين N أوكسيد لمنع الضغط من العبث بالبروتينات بأجسامها. لكن ما لاحظه جيرينجر ودرازان بخندق ماريانا يعكس ما يرى بشكل عام في المناطق السحيقة والهادئة عبر الأرض. ففي خندق ماريانا على عمق 488 مترا سبحت ثعابين البقر وأسماك الجرسان. وعندما كانت كاميرات المسبار تتعمق أكثر أفسحت هذه الأنواع الطريقة لسمك الحلزون ومزدوجات الأرجل العملاقة، وعند الغوص أعمق من ذلك ظهرت أنواع مختلفة من البرمائيات والروبيان الأصغر في الغالب، إذ كان أعمق ما شوهدت فيه أي سمكة 8000 متر. يعتقد أن الخندق هو أحد أقدم قيعان البحر على هذا الكوكب، حيث يبلغ عمره حوالي 180 مليون سنة. يعيش عدد مذهل من الكائنات الحية في الخندق على الرغم من قلة الضوء والظروف الحمضية المعادية في الخندق، حيث أن به أكثر من 200 نوع من الكائنات الحية الدقيقة المعروفة والمخلوقات الصغيرة التي تعيش هنا، بما في ذلك القشريات ومزدوجات الأرجل. وتم العثور مؤخراً على نوع جديد من سمك الحلزون في الخندق. الجو حار وبارد، قد تتوقع أن تكون مياه خندق ماريانا متجمدة حيث لا يمكن لأشعة الشمس الوصول إليها، وسوف تكون على حق حيث تتراوح درجة حرارة المياه هناك بين 34 إلى 39 درجة فهرنهايت. ولكن المثير للدهشة هو مدى سخونة الماء أيضا، حيث توجد فتحات حرارية مائية في جميع أنحاء الخندق. وجود حمم بركانية في خندق ماريانا ناتجة عن ثوران بركاني لم يتجاوز عمره 3 سنوات. ظهور سمكة الأشباح في خندق ماريانا، وتعتبر أعمق سمكة حية، سجلت على الإطلاق من بين اكتشافات الباحثين الذين أذهلهم مقدار الحياة التي عثروا عليها. تعيش الكائنات الحية في خندق ماريانا في ظلام شديد، ونجد أن البعض منهم لا يرى ويعتبر أعمى، والبعض الآخر يمتلك عيوناً تلسكوبية ضخمة يمكنها أن تلتقط أدنى توهج ضوئي، وبعض الكائنات يمتلكون أضواء فوق رؤوسهم تنبعث منها ألوان مختلفة. يعتبر الشخص الثالث في التاريخ بشكل كامل الذي يقوم بدراسة خندق ماريانا ينزل إلى قاعه قبل 3 سنوات، بالتحديد هو جيمس كاميرون. في نهاية عام 2011 اكتشف العلماء هياكل غامضة للغاية في خندق ماريانا، وهي عبارة عن 4 جسور حجرية تمتد من أحد طرفي الخندق إلى الطرف الآخر لمسافة 69 كيلومتراً. الخندق عبارة عن تجويف على شكل حرف V، ويقال أنه تشكل من تحركات الصفائح التكتونية بسبب الزلازل. رأى بعض الشهود وجود ثعبان بحري عملاق للغاية بظهر محدب وأقدام مرتفعة خارج الماء. قد تشكل خندق ماريانا من خلال عملية تسمى الاندساس، وخلال هذه العملية اصطدمت لوحتان ضخمتان موجودتان في القشرة المحيطية، وكل هذا يحدث في الطبقة الموجودة تحت القشرة والتي تسمى بوشاح الأرض، ويكون خندق ماريانا من الخنادق العميقة التي يتشكل فوق منحنى القشرة الغارقة، ووقتها تغوص القشرة الباردة الكثيفة في الوشاح ويتم تدميرها.